استاذ ابراهيم الله يساعدك. يا مباراه يلا استريح ابو مباراه. ممنون يا مير. شلونكم؟ اخباركم؟ يا بعد الخير مقدمه. ابراهيم احمد ابراهيم العراق الموصل منطقة الرشيدية، كفيف البصر منذ الولادة أي فاقد للبصر في كلا العينين، مسؤول مكفوفي من مدينة الموصل حاليا دون وجود أي منظمة أو جمعية تجمع شملهم. طفولتي كانت صراحة أصعب من الكبر. ابتدائية كانت في منطقة أربيل أو في مدينة أربيل، كانت على طريقة برايل ألفها لويس برايل البريطاني الأصل، طريقة اللمس بالأصابع، القراءة والكتابة بقلم ولوحات وما إلى ذلك، طابعات هناك للمكفوفين. عموما المتوسطة كانت في منطقة الرشيدية، وكليتي في جامعة الموصل كلية الآداب قسم اللغة العربية. دراستي كانت عن طريق الحفظ طبعا أو الفهم، صراحة ما اعتمدت عليه بعد الاعتماد على الله عز وجل. هناك مقولة للشاعر أبو العلاء المعري، هو أيضا مكفوف بصر، يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فمن الخطأ أن يستسلم الإنسان بسبب عاهة أو بسبب فقدان إحدى الحواس. تدريس الطلاب يتم عن طريق الشرح بالتأكيد، هو مدرس اللغة العربية لابد أن يحتاج إلى كتابة. أول 3-4 أيام أختار فد 2-3-4 من المتميزين، أستعين بهم بعد الله عز وجل بالكتابة على السبورة إذا أحتاج. أما بالنسبة للسيطرة على الشعبة فهذه صراحة تعتمد على شخصية المدرس وليست على حاسة البصر وما إلى ذلك. صراحة تدريس الخصوصي أحياناً، ما أقول لك كثير، أدرس لكن بدون تقاضي أي أجور. مراقبة الطالب مو فقط تكون بالعيون، يعني أنا ممكن أنه ألاحظ سمعياً الطالب اللي دي يتحرك حركات لا إرادية أو حركات ملفتة للنظر. إضافة إلى هذا أنا من أتخطى بين الطلاب بهذا الساف أو بالساف الآخر وما إلى ذلك، أكيد راح ألاحظ أنه هذا الطالب لما أتقرب له يشغل نفسه ببعض الحركات حتى لا أنتبه أنه هذا دي يغش بالطريقة الفلانية. يا شباب، بالنسبة للموضوع اللي نتناول اليوم، موضوع جدا جميل اللي هو موضوع الاستعارة في البلاغة.